على المغاربة يفهمون هذا اليوم ننظم الندوه الوطنيه من اجل او في اطار الحمله الثانيه التي اطلقها اتحاد العمل النسائي من اجل التغيير الجذري والشامل لمدونه الاسره. اكيد ان مدونه الاسره كانت من اهم الاصلاحات اللي عرفها المغرب في السنوات الاخيره، لكن 18 سنه من التطبيق ديالها ابان على العديد من الثغرات ومن النواقص سواء على مستوى النص او على مستوى التطبيق. هذه المقتضيات او هذه الثغرات اكيد انها تؤسس للتمييز، تؤسس لعدم المساواه، تؤسس يعني امتهان او تشييء المراه وكذلك المس بكرامتها وحقوقها وكذلك حقوق الاطفال. بعد صدور دستور 2011 كنا نتمنى ان يتم او ان تتم ملائمه مدونه الاسره وكل قوانين ذات صله بحقوق النساء بمقتضيات الدستور 2011 وكذلك مع الاتفاقيه الدوليه، الى انه للاسف رغم مرور ما يزيد عن 11 سنه من يعني بعد صدور الدستور ما زلنا او ما زالت هذه القوانين عصيه على التغيير، عصيه على يعني ادماج او ادراج اي مقتضيات تلائم الدستور والاتفاقيه الدوليه، بالرغم من ان دستور 2011 في الفصل 19 ينص على المساواه بين النساء والرجال في جميع الحقوق، وكذلك ينص على اعتبار المواثيق الدوليه يعني تسبق على القوانين الوطنيه في حاله يعني التعارض ديالها. كذلك ان هذه الحمله بطبيعه الحال جات بعد تتبع ويعني لمسار تطبيق مدونه الاسره منذ صدورها، تتبعناها بمجموعه من الندوات محليا جهويا وطنيا، كذلك بمقتضى بيانات بمقتضى بلاغات واقتراحات كذلك ومذكرات خلال كل هذه المده 18 سنه. ولكن في 2018 اعتبرنا ان آن الاوان لفتح حمله جديده من اجل التغيير الجذري والشامل، من اجل كما قلت الملائمه مع الدستور، ومن اجل النهوض بحقوق النساء. واليوم بعد الخطاب الملكي لعيد العرش 30 يوليو 2022، يعني تلتقي الاراده الملكيه مع مطالبنا كحركه نسائيه ومع مطالب كل النساء المهمشات يعني المقهورات واللواتي يعانين الامرين من مقتضيات المدونه على مستوى مجموعة، سواء على مستوى مؤسسة الزواج، على مستوى الولاية، الحضانة، الحقوق المالية للأطفال وكذلك للزوجات أثناء الحياة الزوجية وبعد الطلاق. في البداية فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب بالدعوة الملكية السامية الرامية إلى تعديل مدونة الأسرة، ويعتبر أن هذه فتح هذا الورش هو مناسبة من أجل ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية لبلادنا. وفي هذا الصدد سبق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره الوطنية وأيضا في التقارير الموضوعاتية التي قام بإنجازها في إطار أدواره الدستورية برصد مجموعة من الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة والتطبيق العملي مدونة الأسرة طيلة 18 سنة من صدورها. من بين هذه الاختلالات ما يتعلق بزواج القاصرات، فالمجلس سبق وأن أطلق حملة من أجل إلغاء الاستثناء وتثبيت القاعدة وجعل سن الزواج محددا في 18 سنة والقطع مع ظاهرة تزويج الطفلات لما يترتب عنها من انتهاك لمختلف حقوق الطفل. أيضا المجلس رصد الاستعمال السيء الذي يطال مسطرة ثبوت الزوجية من أجل التحايل على المقتضيات المتعلقة بالتعدد، بتقييد التعدد وايضا بتقييد تزويج الطفلات. ومن الامور التي رصدها المجلس الصعوبات القانونيه والواقعيه التي تحول دون فعليه وصول الاطفال الى تمتعهم بحق النسب، خاصه في الاحوال التي يتعذر فيها ابرام عقد الزواج. فهذا الصدد سبق المجلس ان اوصى بضروره حمايه حق الطفل في النسب بغض النظر على الوضعيه العائليه للابوين. من الامور التي رصدها المجلس ما يتعلق بالإشكاليات التي تواجه النساء المتعلقة بالنيابة القانونية على الأطفال، أيضا مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بتطبيق مدونة الأسرة بخصوص مغاربة العالم. واليوم يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن مراجعة المدونة هو فرصة من أجل تجويد النص على ضوء الاتفاقيات الدولية والملاحظات التي وجهت لبلادنا، وأيضا على ضوء ما ستسفر عنه المشاورات الموسعة التي سيتم القيام بها من أجل مراجعة مدونة الأسرة. علينا أن نمضي قدما بطرح الجميع.